مبروك. عقبالك، بياخد العقل ان شاء الله. عجبك، سلم ايدك، بكره بيجي بياخده. اهلا وسهلا مدام جمال. عفوا لحظه، اذا كان خالص ياخده معنا ما هيك ندفع حقه. انت ما معك؟ بعلمي مرينا على الجراج حتى تجيب المبلغ من ابوك، وهدني اليوم المسا بيعطيني. واذا ما عطاك؟ لا تعقد، بالبيت بنحكي. عندك موعد مع رواد فاتن؟ لازم نرجع البيت، ساعديني. راسك؟ شعرت راسي تقيل. اذا مثل كل مره منروح راسا عند الدكتور. لا ما في لزوم للدكتور، المهم نوصل على البيت. ورواد؟ لما نوصل على البيت بنحكي معه. بعد ساعه بنرجع بناخذ الفستان. أهلا سيد خليل. يعطيك العافية. الله يعافيك. بعدنا على الموعد أو في تأخير؟ بالعكس، رح سلمك السيارة قبل الموعد. أكيد وعدنا هيك كنا على ثقة. فإذا مبر نبيل بيستلمها وأنا ببقى حاسبك. سيد خليل، اعذرني إذا قلت لك إني محتاج للمبلغ اليوم. بصراحة ما كنت منتظر منك الإحراج. خايف ما أدفع لك؟ أعوذ بالله. خاطرك سيد كامل. تعرفيني بكره الكذب، ليش بتحرجيني؟ بتأسف، ما في داعي تزعلي، الحمد لله صرتي أحسن. على أي أساس توعديها راجعين بعد ساعة؟ أنا واصلة على صيدلية جيب لك الدواء، اتصلي برواد. يمكن يكون بالمطبع، ما بقدر أحكي معه بالتليفون. طيب أنا مر لعنده وبقول له يحكي معك. إذا عنده شغل ما تعطلي، لما يكون قادر يتصل. لازم يعرف حتى ما يبقى فكره مشغول. لا تخبريه السبب الحقيقي، وما تتأخري حتى ما أبقى. أكيد ما رح ترتاحي من عوارض الدوخة. ليش؟ قد ما بتفكري وبتشغلي راسك. إن شاء الله ما بتشعري بألم. إلا بقلبي. سيارتك بعد ساعة بتكون تحت تصرفك. لو شفت بعيني ما بصدق معايد كامل. إن شاء الله أبض حسابه منك. خوفك علي. هالمرة بتاخد السيارة وبعدين بندفع. ما بقى تتعامل مع كامل، شوف غير جراج. صحيح، أخطر حقد هو اللي بيكون نتيجة صدمة عاطفية. نبيل صارحني إذا كان جدياً عم بتفكر بفاتن. أنا بعرف كيف غير موقف كامل، لكن اسمع مني، لينا من مستوانا. على كل حال المسا بنحكي بالموضوع. فإذا بعد ساعة مر على الجراج. لا لا، أنا ما بدي أشوف كامل، لذلك رح باخذ سيارتك إذا بتسمح. كل السيارات تحت تصرفك، وإذا بدك سيارة جديدة أنا حاضر. الله يديمك. نبيل بيلزم شيء؟ لا في معي من خيرك. بتريد أجي أخذك عشية على البيت؟ لا 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 لا، ما ترجع، يمكن ما أبقى بالمكتب. وأنا كطبيب بتحمل مسؤولية كلامي بالنسبة لحالتها الحاضرة. وأنا مش مستعد أتخلى عن فاتن مهما حصل. وبستغرب، بستغرب ليش جيت فتحني بهالموضوع. بصراحة وصل كلام إنك راغب بتأجيل موعد الزواج لأسباب تتعلق بفاتن من ناحية صحية، وبناء على نصيحة مني أنا.
ولمين وصل هالكلام؟ لكامل، واتصل يعاتبني لأنه صدق الخبر. أكيد الكلام مصدره إنسان مغرد. بلغ كامل وكل من بهمه الأمر إني لا يمكن اتخلى عن فاتن إلا إذا تخلت عني الحياة. والإشاعة وصلت لفاتن؟ ما بعرف، لكن كامل كان كتير خايف من صحة خبر تأجيل الزواج. دكتور، بتأمل تساعدني حتى تنتهي الإشاعة عند كامل ويطمئن. تفضل. يعطيك العافية. وين فاتن؟ رجعت على البيت. وأنا مين ناطر؟ بتسمح لي ارتاح؟ نوال، جت شي على فاتن؟ ابدا، الدكتور كان عندك. فاجأتيني بحضورك وحدك. المهم طمن بالك، ما في شي، وفستان العروس بجنن. صحيح، وبعد ساعة بيكون بالبيت. لكن مش معقول ما يكون في سبب اهم لحضورك وحدك. نوال، ما تعودت تخبي علي بصراحة. جيت نفذ مهمة بدون علم فاتن. مهمة؟ اتصل بفاتن بالأول وطمنها عنك، وبعدين خبرك تفاصيل المهمة. مشغول؟ أهلا دكتور. أهلا. أهلا، تفضل. شكرا. شفت رواد؟ اولا رواد نفع علمه بالخبر، وبتامل انه ما يبقى عندك شك اني امين على مهنتي. دكتور انا ما اتهمتك، انما لانه اسمك كان جزء من الخبر حبيت تشاركني بجلاء الموقف، وبعتقد جواب رواد طمنك مثل ما طمني. لكن لابد ما اصالحك بموضوع. اذا طب. ممكن اقفل الباب 5 دقائق. لزمني المبلغ نقدي. اصبح بدك تمهلني للمساء. مين؟ انا. انتظرني 5 دقائق، ما بدي حدا يشوفك عندي. الافضل نختصر الوقت. كل شيء جاهز. مطمئن لسرية المخابئ؟ إنسان واحد ممكن يكشف المخابئ، لأنه هو ركبها بالسيارة. كامل شير. أنت واثق من كامل إنه ما بيحكي؟ واثق منه لأنه محتاج المال وراح يقبض مني دفعة كبيرة. لهالسبب بدي المبلغ نقدي. طيب، وانهيت مشكلتك مع شريكك؟ تقريبا. مين خبرك إني على خلاف معه؟ والسبب جوهرة تميني. المهم نفذ الصفقة معك، ولما برجع من الرحلة لكل حادث حديث. لكن عرفت انه هددك وعم بلاحك. عندي علم، والفرصة اللي بيسبق. فإذا ما تترك الجوهرة بالبيت، إذا بدك أنا بشتريها منك. قبل ما تفوضني على شراء الجوهرة لازم نتفق على عمولة الرحلة، لأنه عندي شروط خاصة. من أي ناحية؟ بالنسبة لتوزيع الأرباح.
سبق وتفهمنا 50% وخلص. لا هالمرة بدي 70%. بجازف بمالي حتى اخذ 30%. بيظهر جنيت وانا عم بجازف بحياتي. الصفقة سبق وتفهمنا عليها، نفذها حسب اتفاقنا نفذها بشروط اذا ابنك برفقني. وبوعدك الصفقات القادمة راح تكون بشروط جديدة. اما بالنسبة لابني سبق وفهمتك ما بريد اتدخل باعمالي، ثم مش كل انسان بيصلح لهيك نوع من الاعمال. قول ما بدك تجازف بمستقبل ابنك ولا تخفي الحقيقة خلف حجج واهية، لكن لا تنسى انه هالعمل هو مصدر ثروتك. عم تحكي كأنك محضر كلماتك قبل ما تجي لعندي او قصدني بشر. كلامك اثارني لانك ميزت بين ابنك وبيني. صرت تحكي يا سعيد بعد ما كنت مديون إلي بحياتك؟ استغليتني كفاية، والمتاجرة بحياة غيرك ما لها تمن، لذلك أنا متحسب لك ومش أعطيك فرصة حتى تغدرني. صار شي يا سعيد؟ خلافنا هدف أخصامنا مش لازم يحصل. على كل حال حتى أكد لك حسن نيتي تجاهك أنا رح رافقك بهالرحلة. لا تحاول تخدعني، انت بتعرفني اكثر من غيرك. اي ساعه قررت تمشي حتى نلتقي؟ اذا حاولت تخلف بتعهدك معي بتكون دفعتني حتى اسلك اقرب طريق وتخلص منك. رجعت تستعمل لهجه التهديد حتى لا تفكر تخدرني. اخصامنا كتار واي خلاف بيناتنا يعني دمارنا. مجبور اتعامل معك، لكن هيدي اخر مره. بيظهر اكتفيت بالحصول على الجوهره. ملاحظ بالك مشغول كتير عليها. لان من مالي. كيف مالي حصلت عليها؟ موجودي معي من قبل ما بعرفك. لو كان صحيح ما كنت خفيت عني يوم اللي كنت مديون الي. اخفيت عنك لانه بتساوي اضعاف اضعاف ثروتك. على كل حال رح صدق، لكن بنصحك ما تتركها بالبيت الليلي. طمن بالك موجودي بمكان امين. لا تحاول تستدرجني، صعب كتير انك تخدعني. صفاتنا متشابهة، والمثل بيقول لو ما توافقنا ما ترفقنا. المهم على الموعد بكون عندك، واعتبر هالحوار بداية عهد جديد بيناتنا يا سعيد. الساعة 9 نفس المكان. من يومين. كيف نوال ولا؟ الكل بيسلموا عليك. صحيح الخبر؟ صحيح، والعرس اخر الشهر. لينا بدي افتح الباب بعدين بحكي معك. مع السلامة. اي وعدين تكوني عالي حتى اتركك. اياك تفتح اذا ندق الباب. انت مين؟ ليش اخترت بيتنا؟ بالصدفة أكيد ما كنت قصدك. أنت مين؟ ما في داعي تعرفني ولا بدي أعرفك. لا تخافي، إذا ساعدتيني مثل ما دخلت بطلع. ساعدك؟ السيارة الواقفة قدام الباب إليك، فإذا الصدفة وضعتك بطريقي، إذا جاوبتي معي ونفذتي طلبي بتربح كتير، وإذا رفضتي بتخسري أكتر. تجاوبي معك بتوقف على نوع طلبك.
كوني على ثقة، كوني على ثقة. إذا ما بتنفذي طلبي بتعرض أنا للخطر، وبكون مصيرك مرتبط بمصيري. بسرعة قول طلبك. بدك توصيني بسيارتك بعد ما تساعديني على التنكر. لا تخافي، المسافة قريبة. إذا اتصل السيد خليل بلغوا إن السيارة صارت عنده. حاضر. فيها ألم يخف وبحس كأني بصحى على يوم جديد مشرق. بانادول إكستان بتقنية الطبقة المزدوجة التي تخفف الألم سريعا ولغاية 8 ساعات. تخفيف الألم يبدأ ببانادول. المرحوم بقى المصنع وعقد البيع متسجل كمان. المصنع ده من حقي أنا، لأن أنا اللي شلته على كتافي من يوم ما اتبنى. هتسكت له على دي كمان؟ لازم كل واحد ياخد حقه. المصنع ده حق بيني وبينك. أنا حذرتك يا رشدي بيه. الناس خلاص اتفلت عيارها، بياكلوا بعض. لازم اعرفه انه مش ممكن يقف قصادي. الراجل ما عندوش ذمه ولا ضمير. معقوله مدحت يعمل كده؟ الضربه جايه هتروح له هو، وهتبقى الضربه القاضيه. مش ممكن اربط حياتي بانسان ممكن يغدر ويخون ويقتل. الكل غدر بيا. ميراث الغضب يوميا 10 مساء على قناة ذكريات. ايش فيه ابوي؟ صارت جلطة وقلوا على طول المستشفى. انا لله وانا اليه راجعون. تفضلي تفضلي يا مدام نقوى. لازم تفهمين انك ضيفة في بيتي وما لك علاقة باي شيء في هالبيت. ناصر ومنصور حد منهم اشتغل؟ تبيني اشرح لك دورك كاب؟ شوف ايش جبت لكم حق المدرسه. انا طلقتها وما عادت المساله تستحق المناقشه. سمير انا عاوز ارجع مصر انا واولادي. ايام العمر يوميا 5:30 مساء على قناه ذكريات. مين؟ أنا نوار. نوار؟ بعتذر أني تأخرت. كيف؟ مبروك. منين جبت المبلغ؟ بسلم عليك يا رواد. منين دفعت حق الفستان؟
من حسابي بالبنك. بهاللحظة شعرت قديش صعب على الإنسان يكون وحيد. سبقتك بهالشعور، لكن وجودي معك نساني هالإحساس. من زمان نسيت إنك بنت خالتي وصرت أشعر إنك أختي. ما اتصل روار؟ نوال معي، أنا مضطر غيب شوي وارجع. لا تتأخر، رح ننترك على العشاء. بدك جيب شيء معي؟ لا أبدا. طيب أنا بفتح. أنا بفتح نوال. أهلا روال. مساء الخير. أهلا مساء الخير. مساء الخير. مساء النور. رواد مش غريب، مضطر غيب شوي وارجع. لا تروح، بدنا نتعشى سوا. يمكن ما بقى للعشاء. فاذا بتدفع لي حق الاكل اللي طلبته مني. نوال اذا حدا سال عني بعد ساعه برجع. اكيد تشرب قهوه قبل العشاء. قلتي لي في مفاجاه، وين صاري رواد؟ شو كنت عم تخبرك نوال؟ انا رح اعمل قهوه. فاتن، خلف الابتسامة في خبر مفرح. وجودك فرح ضيق. وابتسامتك مصدر سعادة أبدية. رواد، بعدني عن تقديري، عندك خبر مفرح. خلص فستان العرس؟ ما بدي شوفه. ليش؟ مستعدة تلسيه بهاللحظة؟ معقول؟ طبعا. فإذا خليه مفاجأة ليوم العرس. روان، ناقص شي بالبيت؟ طبعا، تقصدي بيتنا؟ أكيد. ناقص أهم شي وجودي. فاتن، لأول مرة بشعر إنك تخفي عني أمر. أولاً ما رحت لعندي حسب الموعد، ولما اتصلت حتى أحكي معك ما كان في حدا بالبيت. بصراحة كنت مزعوجة شوي اليوم، وبالنسبة للتليفون ما بتعرف الخطوط. وبصراحة قلبي بيصدق، لكن عقلي بعده عم بفتش عن سبب أهم. يمكن طبيعة عملك كصحفي بيفرض عليك البحث المستمر. قهوة على الريحة. تفضل. شكرا. تفضل. أنا ما بدي. بعدني منتظر المفاجأة. فإذا بدك تنتظر كتير، مستحيل ما تكون نوال زودتك بالمعلومات الكافية. نوال. نعم. أنت من بين ثلاث أشخاص ما بريد يزعلوا مني. إيه؟ نيالك يا نوال. أكيد أنا بجي بالمرتبة الثالثة. وإذا كنت أنا بالثاني، مين بالأولى؟ يمكن حضوري ما يكون مناسب للجواب.
طالما أنا تحت سقف هالبيت الأفضلية للبابا. باقي كم يوم؟ مستعجل؟ حاسس كل يوم كأنه سنة. وأنت؟ نسيتني الوقت، ضيعت من ذكرتي رزنامة الأيام وما عدت أحسب الوقت إلا بالثواني اللي بشوفك فيها. الأكل جاهز. يمكن تأخرت عليك. صدفت حدا خارج البيت؟ حسب تعليماتك وقفت سيارة المحل بعيد وطريقي لعندك ما حدا شايفني. كامل، وعدتك وما رح أقدر أوفي بوعدي معك لأني ما قبضت فلوسي. لكن صدقني لو ما كنت محتاج للمبلغ ما قصدت لك بهالليل. رح أعطيك المبلغ الموجود معي والباقي لبعد ما ارجع من الرحلة. مش معقول. كامل، في شي مرة خلفت بتعهدي معك؟ فهمتني غلط، مش معقول اخذ المبلغ اذا كان ما معك غيره. مهلني ما بتخسر مني يا كامل. بسيطة، بقصد انسان على مبلغ لبينما ترجع. كامل، انا عرفت سبب حاجتك للمال. بنتك. تأكد راح حافظ على حقك وزيادة، على أمل تبادلني الثقة وتحافظ على سري. أنت منين بتعرف بنتي؟ بالصدفة. راح جيب لك فجاه شاي وخبرك اللي حصل، شرط ما تخبر فاتن إنك عارف. لذلك بعتبرها أنقذت حياتي. مش كتير علي إذا ساعدتها من خلال تعاملك معي، لأنه هي طلبت مني ما أذكر الحادث وأنساه، لكن أنا علي واجب تجاه موقفها الإنساني مني. ما قدرت تعرف اللي طردوك وما بتشك بحدا؟ في شخصين بيعرفوا إنه بملك جوهرة ثمينة، واحد خارج البلاد والتاني خليل حواس. فعلاً العالم صغير. بتأمل كلام سمعته مني بهالمكان يبقى ضمن البيت، وتأكد ما بتكون خسران معي. لو ما سبق وجربت التعامل معي ما كنت حملت مسؤولية أسرارك. في أكثر من السبب، أنا مديون لفاتن وبدي ردلها جميلة. لا تعتبر الموضوع أكثر من صدفة. شرط تبقى فاتن على وعدها وما تخبر إنسان. أنت متأكد أنه كانت واحدة بالبيت؟ ليش؟ مين في معك وغير فاتن؟ زوجتك؟ زوجتي توفت من سنتين. فإذا مين عايش معك غير فاتن؟ نوال بنت خالة فاتن، ومع ذلك اللي حصل ما بيستحق منك كل الخوف. كامل، أنا إنسان ما عندي أصدقاء لأنه ما عندي ثقة حتى بنفسي. تصرفي معك إن كان شبيه تصرف صديق مع صديق إلا أنه ما هو نتيجة صداقة بقدر ما هو من نتيجة مصلحة مشتركة. من مصلحتي معك إني حذرك من الغدر.
لأي سبب بدي أغدرك. بما أني كنت خايف أنه تفشل فاتن بتهريبي من بيتك، سلمت جوهرة ثمينة تحفظها أماني لبينما أرجع أخذها. ومثل ما طلبت من بنتك كتم الأمر عنك، بطلب منك ما تذكر لفاتن أنك عارف شي عن اللي حصل. بترجيك ترافقني حتى تاخذ أمانتك، أنا إنسان مش قد المسؤولية، وبعدين بنتي بتكفيها متعبها. كامل، مش مطلوب منك غير كتم الأمر. أنا كنت قادر أحصر الموضوع بيني وبين فاتن، لكن خوفي من سوء حالتها الصحية دفعتني لمصارحتك، حتى إذا تعرضت بنتك لمكروه تحافظ أنت على حقك. اسمح لي أرفض. كونك عرفت بوجود الجوهرة عندك بعتبرك مسؤول عنا، سواء بقت معك أو مع بنتك. شرط ما تبع عنا لأكثر من بكرة الصبح، ويمكن أطرق بابك بهالليل لأسترجعها. انت صحيح بالصدفة دخلت بيتنا؟ كامل، البحث بالماضي ما بفيد، المهم العمل للحاضر بانتظار المستقبل. المهم ما تعرضني المشاكل أنا بغنى عنها. لا تخاف، ومثل ما طلبت مني حافظ على حقك، بطلب منك ما حدا يعرف الموضوع اللي بيني وبينك. هالشي بهمني أكتر ما بهمك. طيب بقدر امشي؟ كامل، بعد ما تطلع من عندي مهما حصل لا تذكرني مهما صادفك. فيها ألم يخف وبحس كأني بصحى على يوم جديد مشرق. بانادول إكستند بتقنية الطبقة المزدوجة التي تخفف الألم سريعا ولغاية 8 ساعات. تخفيف الألم يبدأ ببانادول. يجب أن نذهب إلى ماراكوت في شمال فرنسا حيث يسكن جدي، إنها رحلة شاقة. حسنا يا صغيرة. توفي والدها قبل 5 أيام. بقيت وحيدة. هل تحسنت صحة والدتي يا دكتور؟ لا أعلم إذا كانت والدتك ستشفى. أنا أؤمن بالله. الحزن لابد أن ينسى يوما ما، صدقيني ابنتي. بيرين؟ نعم جدي. بدأت أرى بوضوح. منذ وصول بيرين إلى ماراكوت لم ينجح أي شيء أفعله. تفضلي يا آنسة. هذا أنت يا بيريكان؟ هل هذا شبح؟ أكثر شيء أعجبت به هو شجاعتك، ولأنك صنعت كل شيء لوحدك بسبب عدم وجود النقود الكافية لديك. بيرين يوميا 4 مساء على قناة ذكريات. انطلاقة رهيبة من الزاوية، إبداع رائع. إذا ما سقط اليمين فليسقط إلى الشمال. شقلبة خلفية بانطلاقة رائعة جدا، مسك الذراعين من الخلف وانطلاقة. المصارعة الحرة الثلاثاء 11 مساء على قناة ذكريات.
كثير مشغول. ما عرفت وين راح؟ لا ما في بالعادة يتأخر. إذا بتعرفوا موجود بمحل معين بروح بسأل عنه. وين بدنا نروح بهالليل يا رواد؟ أنا خايفة. ما في داعي للخوف، أبوك إنسان مسالم. مين بدنا نسأل؟ رأيي ننتظر بعد شوي. رواد فاتن نعم بتجينا شغلة البيل. طيب أنا رح أوصل صوب الجراج، ربما كان بالمنطقة. لا لا ما تتركنا الله يخليك. نوال أعطيني كباية مي. فاتن رواد من يوم فقدت أمي صار يتملكني خوف كبير على البابا. عيونك سبقوا كلامك بالتعبير عن صدق إحساسك. شربي. بابا شو صار؟ فاتن كان مشغول بالها عليك. ما لك عادة تتأخر. تعشيتوا؟ لو أكلنا ما كنا تهنينا. دقيقة بكون معكم العشاء. بالنسبة للشغل أنت رح تستلم؟ بعد ما قررت. ما بيجوز يا نبيل. صحيح أنه أهلك مرتاحين ماديا، لكن أنا بفضل أنك تعتمد على نفسك، خصوصي إذا فعلا ناوي تتحمل مسؤولية بيت وعائلة. لا تخافي، البيت موجود وكل أسباب السعادة متوفرة. تقصد إمكانيات أهلك؟ طبعا. نسيتي أني وحيد لأهلي. يعني مفكر لو تم النصيب نعيش مع أهلك بنفس البيت؟ أكيد. عندك مانع؟ ما عندك جواب؟ يمكن في وقت حتى جاوب. يلا نمشي. الو الو مساء الخير. مين؟ نوال. مين بتريدي؟ ما عرفتيني. انا لينا. فاتن موجوده؟ ها اهلا. لحظه من فضلك. الو اهلا لينا. ليه ما جيتي ليلى؟ بكره عندك شيء؟ قبل الظهر ما عندي شيء. بتجي لعندي؟ انا يمكن ما اقدر اترك البيت. انت طيب انا بروح لعندك. احسن بكره بنحكي مع بعض. مع السلامه. مين لينا؟ كانت رفيقتي بالمدرسه، رجعت من السفر وحبت تشوفني. فاذن انا بستاذن. بعد بكير. سهر عندي موضوع للجريده لازم اخلصه الليله. بهنيك على اهتمامك بعملك. شكرا. تصبحوا على خير. مع السلامة. شكرا على الأكل الطيب. لا تنسي تنقل التليفون لغرفتنا. بدك تطمني؟ بعد شوي.
نوار؟ نعم. نمتي؟ تسمعي مني؟ تلفني أحسن ما تمضي كل الليل سهراني. قولك عم يفكر فيي؟ أكيد عم بيسأل حاله نفس السؤال. ليش قال عنده شغل الليلة؟ يعني مثل ما أنت فهمتي، كلمة سر حتى تحكي معه. ألو، مين كان شاغل الخط؟ عرفت بدي أسألك السؤال. طلبتك قبل شوي. يمكن كنت عم بطلبك. كنت عم فكر فيك. كان كل فكرة عندك. كان قلبي عندك. صحيح عندك شغل بهالوقت؟ أنت شغلي شاغل بكل وقت. فاتن. احكي حتى أسمعك. نوال بعد سهراني. من جهتي مديون لنوال بسعادتي. أنا ما بقدر أوفيها. ما تضيعوا وقتكم بالحديث عني. رح أقلك تصبح على خير أحسن ما يفيق البقى. أنت مصدر كل خير بحياتي. أي ساعة بصحيك؟ لما بتفيقي. قول كلمة أخيرة. فاتي. كلمة حلوة. فاتن. كلمة من قلبك. فاتن. روان تصبح على خير. ليش فاتن ما خبرتني عن دخول سعيد لبيتنا؟ معقول بتكون خبرت رواد؟ ليش ما بخبر البابا عن الجوهرة؟ نيالك يا نوال، ما في شي شغل بالك. رح سلمك الجوهرة تحفظيها لبينما أرجع، وبتكتبي أمر وجودها معك عن كل الناس. إياك تسلميها لإنسان غيري حتى ما يكون تمنع حياتي.